اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. السؤال الثاني اللي جاني هو كيفاش تراجع في الدقيقة 90؟ هنجاوب على هذا السؤال في هذا الفيديو من مور الإعلان. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو، أي واحد عنده أولى باك علمي، عنده سيزيام علمي أو لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. اما بالنسبة للسؤال ديال اليوم اللي هو كيفاش تراجع في الدقيقة 90، هذا السؤال ما يكون مسوله غير شي واحد اللي كان زاهي حتى اخر نهار عاد فاق. وانا ما كننصحش بهذه الطريقة ديال الخدمة ديال اخر نهار، او كتقدر تجيب بها بالصدفة او بواحد الشكل اللي يكون الامتحان سهل، اي واحد واخا يكون مكلخ غادي يجاوب. ولكن الامتحانات غالبا راه كيكون عندها واحد الصعوبه واحد شويه وواحد البروسيس اللي خصو يتخدم ليها. اما الا كان البروسيس ديالك هو انك تتخدم حتى لاخر نهار ديما في اي فرد، ضروري ابسولوتلي يو فاك داب شي نهار، سواء فرد ولا فروض ولا مي. غنجاوبك قلب على الاجوبه الواجدين. كاينين واحد الاسئله كيتسموا بالاسئله ديال 1+1، وكيكونوا موجودين في اي امتحان في اي فرد كتلقاهم. يعني دوك الاسئله اللي تيكونوا ساهلين اي واحد يقدر يخدمهم، واخا ما يكونش زعما اجتهد بزاف ولا حفظ بزاف ولا راجع بزاف. دونك هذوك اللعيبات تقدر تراجعهم في اخر نهار ممكن، فقلب على بحال هاد اللعيبات هادو وراجعهم في اخر نهار وضيباني بهم راسك في النقطه ديال الفرد ولا ديال الامتحان. والنصيحة اللي كان عطاك هي بدأ بكري في أي مادة، بدأ بكري باش تستوعب، حيت الأهم من هاد الشي كامل هو الاستيعاب باش تجاوب مزيان. وهنا يكون سهل هاد الفيديو، نتمنى نكون جاوبتك. ونتلاقاو في الفيديو الجاي. ما تنساوش تدوزو عندي الانستغرام لا بغيتو تسولو، ولا تسولوني تحت في الكومنتيرات. نتلاقاو في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.